بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم.